اتحررت سينا وما كانش فيه انتباه حقيقي لمسألة التنمية في سينا. اتحررت سينا واتضخت بعض الاستثمارات ما نقدرش ننكر على الإطلاق، لكن ما حدث من 2014 حتى اللحظة اللي احنا واقفين فيها دي، بنتكلم على مليارات بتتصرف في سينا. وخليني أصلح المصطلح، مش بتتصرف، بتستثمر في سينا، بيتم بيها دعم سينا. أهالينا في سينا أولا هم التارجت، هم الهدف، وعلشان كده يتعمل لهم المزارع، وعشان كده يتعمل لهم المصانع، وعلشان كده يتعمل لهم مشروعات صغيرة أو مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وتجمعات ومنشآت، ويتم القضاء على العشوائيات بالكامل في سيناء وفي مدن ومحافظات القناة بالكامل، فتذهب العشوائيات وتنتهي عن بكرة أبيها في 5 محافظات مصرية علشان خاطر مصر عايزة كده. مصر عايزة كده. اللي حصل في سينا بالمناسبة أكبر من مجرد التنمية. أنا أقدر أقول لك 2014 بجد، وهنا بقى كل لبيب بالإشارة يفهم، بجد رجعت كاملة لينا. وعلى رأي الأستاذ فؤاد المهندس مش كده ولا إيه؟ نسترجع هذه الذكرى المجيدة التي تمثل منبعا لا ينضب، تنهل منه الأجيال القادمة معاني العزة والكفاح والولاء والانتماء. إن مصر قادرة على الحفاظ على مكتسبات السلام، الساعي للتقدم وللزهر. سيظل هذا اليوم عيداً لكل المصريين، وتخليداً لذكرى النصر والسلام القائم على الحق.